بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. إحنا أمام معجزة جديدة من معجزات القرآن يثبتها العلم فقط حاليا، ويعني الجماعة بتوع الغرب مذهولين من إن الموضوع اللي لسه مكتشفينه حالا ومنشور يعني قريبا جدا في مجلة كبيرة قوي، إن القرآن ذكر الموضوع ده من أكتر من 14 قرن. القرآن ذكر إن إحنا يوم القيامة لما نيجي نتحاسب هتشهد علينا إيدينا وجلدنا ورجلينا وكل أعضاء الجسم. ويمكن أي إنسان مسلم كان بيستغرب يعني اللي يشهد على الإنسان اللسان أو الذاكرة بتاعته متخزنة جوه عقله، لكن ان الايد تشهد. ولذلك حتى الناس يوم القيامة كانوا بيسألوا ايديهم وجلدهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. معنى كده ان المعلومة موجودة، وحتى الناس اللي بتحاسب يوم القيامة ما استغربوش: انتوا ازاي عندكم المعلومة؟ لا، بيقولوا لهم: انتوا ليه شهدتوا؟ يعني اذا هيبقى الناس عارفة ان الاعضاء دي عندها ذاكرة. العلم لسه حاليا بقى في بحث منشور في مجلة نيتشر كوميونيكيشن، ودي من أكبر المجلات العلمية، بيثبت الحقيقة العلمية دي بما لا يدع مجال للشك. تعال الأول يعني الأول نقول الآيات اللي ذكرت في موضوع شهادة الأعضاء على الناس من 14 قرن ونشوف بتقول إيه. ففي آية في سورة فصلت، آية رقم 20، بيقول: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. آية كمان في سورة فصلت برضو رقم 21: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالآيات دي بتخبر بما لا يدع مجال للشك إن الأعضاء عندها ذاكرة ومسجلة علينا كل حاجة وهتشهد علينا. فأي حد بقى بيكذب بإن الأعضاء دي ممكن تبقى عندها ذاكرة، إحنا بقى بنجيب له البحث ده وبنحطه له قدامه. جماعة علماء غربيين ما لهمش علاقة خالص بالإسلام ولا بالدين الإسلامي بيذكروا هذا الكلام. فاحنا هجيب هو البحث وهقول لكم بعض اسماء الناس اللي موجودين فيه. والجامعه هي جامعه نيويورك سيتي، جامعه امريكيه. الناس ديت الناس دي في جامعة نيويورك سيتي. البحث منشور 28 أكتوبر، لا منشور لما أكسبتد 28 أكتوبر، منشور على الإنترنت يوم 7 نوفمبر 24، يعني من حوالي 3 أشهر البحث ده مش منشور فقط، يعني النتيجة دي أعلنت للعالم من 3 أشهر بس. البحث عامله 4، واحد ان في كوكشكن وار اي كارني تي تابسوم تي جي كيريو، ناس جماعة شغالين في جامعة نيويورك اكتشفوا الحقيقة المذهلة دي. اكتشفوا ايه بقى يا سيدي؟ اكتشفوا في المجلة دي ان الكلية بتاعت الانسان والأنسجة العصبية، الأعصاب اللي في إيد الإنسان ورجليه والكلام ده كله، ممكن إنها تتعلم وتخزن المعلومات زيها بالظبط زي خلايا المخ. يعني الكلاوي والإيدين والرجلين والكلام ده تقدر تخزن معلومات زيها زي خلايا الجهاز العصبي بتاع المخ، ما تفرقش عنها في حاجة خالص. فهم يا جماعة دول قاموا بقى بتعريض الخلايا بتاعة الكلاوي والخلايا الطرفية والكلام ده لأنماط من الإشارات الكيميائية بنفس الطريقة اللي بتتعرض بها الخلايا العصبية للناقلات العصبية. يعني انت شغلوها زي ما المخ بيشغل بيشتغل عملوها زيه بالظبط.
بنفس الطريقة اللي المخ بيعملها أثناء التعلم، أثناء ما يجي إيه حاجة تخش في الذاكرة بتاعته. المفاجأة بقى إن الخلايا غير العصبية دي قامت بتشغيل جينات الذاكرة. ماشي، عندنا كده جينات في الخلايا اسمها جينات الذاكرة، هي دي اللي بتسجل المعلومات. بنفس الطريقة اللي بتعملها خلايا الدماغ لتخزين المعلومات، يعني الخلايا بتاع الأعضاء دي قامت بتخزين المعلومات كمان. فطبعا وبعدين لما عرضوها تاني للحكاية دي اكتشفوا انها فاكرة التعرض الاولاني واللي عمليها، يعني اثبتوها بما لا يدع مجال للشك والبحث. طبعا هحطه في صندوق الوصف لاي حد من الاساتذة والعلماء، وخصوصا علماء الدين، ان هم ممكن ياخدوه ويترجموه ويقروه بالتفصيل ويبداوا بقى هم يشرحوه احسن مننا، ويستشهدوا بقى ويتكلموا في اكتر مما انا ايه بتكلم. فالاكتشاف المذهل ده بيدي تفسير علمي لكيفية شهادة الجلود على الإنسان يوم القيامة. فالجلد بقى مش مجرد غطاء كده بس وحاجة كده ميتة، لا ده بيحتوي على خلايا قادرة على تسجيل المعلومات، عنده برضه دي ان ايه، ويقدر برضه خلايا جينات الذاكرة ينشطها ويشهد على كل حاجة. يعني كل حاجة احنا بنعملها عمالة تتسجل في جلودنا وفي ايدينا وكل حاجة والكلام ده. فالقرآن لما بيجي يذكر الحكاية دي من 1400 سنة، ايه اللي عرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ان هذه الاعضاء لديها ذاكرة؟ فدي معجزة كبيرة جدا، يمكن محدش يلتفت لها، من الناس بتاخدها ان العملية كده مسلمة، لكن الموضوع ده اكتشاف عظيم جدا 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 يعني. ففي بقى الجماعة بيسألوا بقى سؤال، بيقولوا ايه، طب اذا كانت خلايانا قادرة على تخزين المعلومات، فممكن ده يأثر بقى على فهمنا للأمراض والذاكرة وطريقة العلاج. فمثلا لو الجلد عنده ذاكرة بالإصابات اللي فاتت، اتصاب قبل كده بإيه، فممكن مثلا يبقى عنده فكرة عن الدواء اللي خده قبل كده. ماشي، خلايا البنكرياس تبقى عارفة ايه اللي حصل لها وايه اللي خلاها خربت ومرض السكر حصل لها، اعمالنا وافعالنا اليومية كل ده عمال يتسجل. هما ده بيتساءلوا بيقولوا ان احنا هل ده كل ده عمال يتسجل، فيعني احنا بقى هيبقى موقفنا ايه، احنا بقى اللي بنسأل احنا موقفنا ايه يوم القيامة لما الحاجات دي ربنا بقى يقول لها طلعي المعلومات اللي عندك، انطقي واتكلمي وقولي المعلومات اللي عندك، ما تخافيش من الراجل اللي واقف ده لم يعد له سيطرة على الجوارح بتاعتك نهائيا. فالسؤال بقى لنا دلوقتي، هل احنا شايفين الاكتشاف ده دليل على الإعجاز العلمي للقرآن؟ وهل هناك مزيد من المعجزات العلمية الموجودة في القرآن اللي لم تكتشف؟ احنا عندنا القرآن يعني أشار إلى أنه سيظل عنده عطاء من الإعجاز ليوم القيامة. ففي أشياء أهي علم جديد أهو بيكتشف الآن ويثبته العلماء وذكر في القرآن منذ 1400 سنة، ولم يتطر لم يعرف أحد في العالم حتى هذه اللحظة كيف ستشهد علينا جلودنا وإيدينا ورجلينا وهكذا علينا يوم القيامة. اتضح أن لها ذاكرة، إثبات علمي من جماعة ما يعرفوش خالص أن الخبر ده أصلا موجود في القرآن. معجزة كبيرة جدا، ودي حلقة في رمضان، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.